السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يعني انتوا شايفين الجمال اللي قدامنا ده؟ ماكاريلي، ده سمك الماكاريلي الاصلي. انا قبل كده عملت لكم حلقة وعرفتكم الفرق بين الماكاريل واللي تشبه الماكاريل واسمها قشر. دي الماكاريل. اول حاجة كده، اول حاجة عشان تعرفيها وتقوم ما تضحكش عليكي، غالية. دي ابتداء من 40 لطالع، من 40 لطالع. القشر لا، 27 25 24 23، عمرها ما تعدي 30 جنيه، عمرها ما تجيب ال 30 جنيه. في اول حاجه المكاريلي من غير كده اي حاجه، لو قال لك بحاجه و40 اعرفي تقوليش لا ده واحد تاني بيبيعها ب 27 او ب 25، لا ده نوع وده نوع. تاني حاجه دي كبيره، بصي بتبقى كبيره ومحمله تقيله، وبصي القشر رفيعه وقصيره، تبقى لحد هنا قصيره ورفيعه ما تبقاش محمله تقيله كده، مش عريضه كده، بتبقى رفيعه. دي مش واضحه، بص دي واضحه ازاي عند القشر في المكاريل الاصلي ده، واضحه اهي، ده لونه فضي. في النوع التاني اللي اسمه القشر اللي هم الناس بيفتكروه مكاريل، دي مش واضحه، دول ملخبطين في بعض، ودي غامقه سنه. بصوا من جوه ابيض فل ازاي. التاني لونه مش ابيض، بيبقى لونه كده، شايفين زي الراس كده، بيبقى لونه زي الراس غامق. انا جبته قبل كده وعملته لكم في فيديو وعرفتكم الفرق بين المكاريل وبين القشر عشان ما فيش حد يضحك عليه. احنا النهارده الحلو ده هنعمله ايه بقى؟ هنعمله بديل التونه، او بدل التونه، او يعني بنتحايل عليه انه يبقى بديل التونه. دول 2 كيلو ماشي، مغسولين ومتنضفين وزي الفل كده. هنحتاج لهم ملح وكمون، مش هحتاج توم النهارده، هحتاج بصوا كوبايه الا ربع ليمون. ايه ده يا حنان؟ ده ليمون غالي ب 30 و 40 جنيه حبيبتي. هتجيبي 5 6 ليمونات هنضربهم في الكبه بشويه ميه يدونا الحبه دول ماشي. هحتاج خل، هحتاج زيت، هحتاج فلفل كتير، فلفل رومي وفلفل حامي، وهحتاج 3 4 بصلات حلق. دول المرحله الثانيه، دول مش دلوقتي خلاص. طب هنعمل ايه؟ وهنحتاج صينيه بنت حلال حلوه، وهحتاج ميه، حبه ميه صغيرين. هنجيب صينيه كويسه كده اموره، وهنلخبط دول على بعض كده، ملح وكمون على بعضيهم ماشي، وهنروح حاطين ملح وكمون كده. ما نحطش توم ليه؟ عشان انا بعمل بتحايل اكنها تونه، فالتونه ما بيبقاش فيها توم كده. خلاص المنظر ده كده، وننيمها كده. جميل جدا جدا، مش اول مره اعمل تونه، عملته قبل كده. بص عشان دي مش سمكه تونه، عشان محدش يقول لي ايه انت هتعكلنا الدنيا، لا المكاريل ينفع بديل تونه او بيبقى خفيف، الطبخه دي بتاعته تبقى حلوه وجميله. بصي كده ماشي، كله على نفس الاتجاه، وهقول لك ليه كله على نفس الاتجاه. هفصل معاكم واروح اغسل ايدي وارجع لكم. خلاص يا قلبي، خلاص غسلنا ايدينا. بصوا بقى خلاص انا عايزه المنظر ده، همسك الباقي. ما تخافوش ده مش هيبقى كتير لان انا لسه هحط خضار، بس مش دلوقتي. خلاص كده هنزل بالليمون، هننزل 3 4 معالق خل، 3 4 او ربع نص كوبايه خل. كل الحاجات دي رائعه رائعه رائعه. هنزل برده ب 3 4 معالق زيت عباد او زيت زيتون، بس زيت عباد احسن عشان حرام يعني زيت زيتون هيبقى كده. بصي شايفه الميه لفين؟ بصي الميه لفين؟ لسه هروح نازلين بكوبايه ميه بس كده. بصي شايفه المنظر ده؟ بصي بنقلب كده عشان بس الملح والليمون وكله يختلط مع بعض والخل. ايه ده انت ما غطيتهوش؟ لا ما يتغطاش. بصي اللي فوق باين من غير ميه، الميه غطيت لي البطن اهو، بصي غطيت لي البطن تحت ماشي. الميه اهي، بصي مش قادره اشيلها لوحدي، بصي الميه هنا ماشي. ليه؟ عشان انا لما اغطيه احطه على البوتاجاز واغطيه، انا عارفين زي ايه اللحمه البارده، لما بنعمل اللحمه البارده ما بتتغطاش ما بتتغطاش كلها ميه، يبقى نصها تحت بس اللي فيه ميه. فعشان كده انا عايزه ده المكاريل كده، وش من فوق ده ما يبقاش فيه ميه. هنحطها على النار دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبيبي هنا ابتدى يعمل ايه؟ يغلي. اول ما تغلي كده نوطي النار، عارفين زي الرز، نوطي النار زي الرز، ونروح نغطي دي ونسيبها 45 دقيقة، ساعة الا ربع، ساعة الا ربع، واحنا مغطيينها وسايبين على زي ما بيقولوا شمعة، على شمعة
عايزاه تتدمس تدميس خفيف. هنغطي ونوطي النار خلاص، ونرجع بعد ساعه الا ربع نشوف شكلها. هنا حبايبي خلاص عدت الساعه الا ربع، بصوا ما هي زي ما هي دي، ما يغرقش الغلي العالي ده، لا ده هي على نار متوسطه خالص. هبتدي اضيرهم، ماشي هبتدي اضيره على الناحيه الثانيه كده، بس هضيره لوحدي وبعد كده ارجع لكم. بصوا ضيرناهم، شايفين شكلهم؟ بصوا كده هي الوش ده استوى. بصي برده الميه مش جايه عليه، ماشي شايفه. هبتدي اعمل ايه بقى في الاثناء دي؟ هروح ماسكه البصل وابتدي انزله ما بينهم عشان يدبل في الساعه الا ربع الثانيه دي او نص ساعه، يعني الوش الثاني ما بين ساعه الا ربع لنص ساعه. بصوا ينزل كده، ونجيب الفلفل برده ونروح حاطينه، احنا عايزينه يدبل لان الحاجات دي لما يجي نحفظها في علبه هحطه معاها، يبقى طعمه رائع. فهمتوني ازاي؟ اوعي تزودي ميه ثاني ولا خل ولا الكلام ده خالص. خلاص وهجيب الفلفل واحطه. ادي حطينا الفلفل وهي برده على النار عادي. بصوا هوريكي حاجه هنا، بصي بتغلي ازاي بالراحه خالص، ونغطيها ونسيبها ساعه الا ربع تاني ونشوف بقى هنعمل فيها ايه. هنا حبايبي بعد ما استوت خالص، بصوا نزلت ميه تاني ازاي، زي ما قلت لكم ما تحطوش ميه خالص. بصوا الريحه بقى ما اقولكوش وطعمها، سبتها تبرد تماما تماما. خلاص هنعمل ايه؟ هنجيب العلبه اللي هنحط فيها، وهجيب هنا كده بصوا هطلع واحده قدامكم افصصها، وبعد كده نجيب حاجه نطلع بيها، وبعد كده نشوف هنحفظها ازاي. انا هوريها لك بس بتتفصص ازاي. اهي ماشي بالفلفل بكله. دي بقى حبيبتي تبقى عندك، بصي الفلفل اهو كده خليه زي ما هو، انا حاطه فيها فلفل حامي عشان احنا بنحبها حاميه. وتاخدي البصل اللي على الوش ده كده، ممكن انزل لك ده شويه اهي. بصي وتبتدي بقى، اولا المكاريل الاصلي مش القشر ما بيبقاش فيه شوك، بصي اهي تبقى السلسله فقط لا غير. بصي بحطها في العلبه اهي. بصي لو لقيتي حاجه زي كده طلعي كده، بصي طلعي بالراحه كده ماشي. بس بصي في بيقشروها، عشان ابقى صريحه معاكم انا ما بحبش اقشرها، الجلده بتاعتها مفيده جدا، فحرام يعني ان انا ارميها. كمان الجلده ملهاش يعني ليه حرام. بصوا اهي، بصي تاخدي الشوك اللي هنا كده في الجنب ده، انا هعمل معاكي واحده بس، وبعد كده اوريكي في الاخر بقى انا بحفظهم ازاي. بصي بخليها بدي، دي مهمه ومفيده، خساره انك ترميها اهي. ماشي اهي خلصنا. بصي ودي برده كده، ناخد لو في فلفل بصل في طريقنا هناخده. بصي اهي الشوك اهي، بصي بالراس طبعا ما بناخدش الراس، احنا ما بناخدش الراس. ماشي يا قلبي اهي، الريحة خطيرة خطيرة يعني، الريحة فعلا بصي تجنن تجنن. تاكل ساقعة بقى، تحطيها جنبها بصل وعيش محمص، لو بتعملي رجيم تاكلي تبقى عندك. بصي كلفتني كلها على بعضها دول كلفوني 100 جنيه عشان انا جايبة 2 كيلو. تخيلي انت بقى بتجيبي كام علبة تونة، علبة التونة ده بحاجة و20 جنيه وما فيهاش. بصي فتخيلي انت دي هتعمل لك، هوريكي في الاخر هتعمل لك علبه شكلها ايه وفي البيت، ونضيف ورائع اللي هيعمله صدقوني. وممكن يتعمل من سمكه القشر اللي تشبه التونه كمان. شفتي طلعت بقى مننا هادر، ما طلعتش مننا هادر كتير زي ما انت شايفه. فين الهادر؟ مفيش اهو مفيش، انا باخد الحتت اللي فيها لحم بس وبشيل الحتت الباقيه اهو، بس هو ده الهادر شايفين. بصي دي سمكة، هخلص الباقي وارجع لكم بقى. ادي بديل التونة او المكاريل، معمول زي ما بقولوا خفيف جدا بزيت وليمون وخل، يشبه التونة بالظبط. بلاش نقول التونة، نقول يشبه التونة. فصصنا خلاص، حطينا الصوص بتاعه، بصوا الصوص بتاعه تحت اهو، حطينا البصل بتاعه والفلفل كله، بنقفله وبنحطه في الثلاجه، بتطلعي بتاكلي منه بيبقى تحفه. جربيها يعجبك جدا جدا، واوفر 100 مره من التونه. يا ريت تجربيه وتقولي رايك، بحبكم قد الدنيا دي كلها انا حنا رمضان.